نفط الجنوب يقوص الفارق. نفط الجنوب كرة راسية يسجل بها الهدف الثاني لنفط الجنوب. الآن نفط الجنوب اثنين ودوك أربعة. كان محمد دعاص عوض، محمد دعاص سجل في مرمى فريقه والآن عوض خطأ وسجل في مرمى دوك. أربعة لدوك، هاي عادة هاي عادة. لاعب الكرة محمد دعاص بالرأس يضعها في شباك الحارس عدي طالب. هدف مباغت يقلص الفارق، 6 دقائق وقت بدل ضائع.